السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات اللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. الخيرات تنوري والأحباب تؤنا في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا هذه الخيرات تبارك الله تطول الجزائري هنا في السوق الأسبوعي في مدينة سطات تبارك الله. شحال سعيد خويا هذا؟ شحال سعيد؟ شحال سعيد؟ وهو ب 350 ومن هذه ب 10000. تبارك الله، عرض كان زين ب 350 17500. تبارك الله كان باعوا لهذا السيد كما تشوف باعوا ب 500 درهم هو بحال ب 18000 تاع الدرهم ولع بها كي تشوفوا في السوق الاسبوعي في مدينه سطات. هذه الخيرات تبارك الله تنوريوها للاحباب تونا في المكان. هذا العرض كان هذا بقر الجزائري كي تشوفوا اللي في السوق الاسبوعي في مدينه سطات. الخيرات تبارك الله موجوده. عرفتي الثمن تاعه شحال؟ شحال الثمن تاعه؟ 420. تبارك الله عرض زين هنايا في السوق الاسبوعي في مدينه سطات ب 21000 تاع الدرهم كي تشوفوا معنا. الخيرات تبارك الله. وهذاك اللي ملهيه ما عرفتيش؟ 372. تبارك الله كي تشوفوا هذا العرض في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. انا صورتك وتا كلامك سجلته هنا في قناه الزيتون المرجان كان ب 18600 درهم كي تشوفوا معنا في السوق الاسبوعي في مدينه سطات. كي تشوفوا البقر تبارك الله موجود هنا في السوق الاسبوعي في مدينه سطات. العرض بفرقع تبارك الله بالمليح والزين على القرا ورجالي تبارك الله. كي تشوفوا معنا هذه الخيرات في السوق الاسبوعي بمدينه سطات تنوريوها الحباب تونا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. شحال هذا؟ 440. قالك زيد 20 ولا خليتي بنزتيات؟ بنزتيات على حسابك. تبارك الله كان عرض زين تقريبا. احسن من قيسر زيتوني؟ اه اليوم احسن من قيسر. الخيرات موجوده لا في قيسر ولا هنا ولا في كل بلاصه. بشحال غادي تقام اليوم اللحم بحال ما هذا؟ شحال؟ شحال؟ 1200 60 درهم كيما هذا تلقى حوانتي في مدينه سطات. في مدينه سطات وهذا تلقى يبيع يشري في الطور الجزائري تلقى تيكون في الطور الجزائري. تبارك الله هاد الاجور راهم زينين وكانوا مخيرين هنا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات. كي تشوفوا معنا هاد الخيرات تبارك الله تنوريوها للجاليه المغربيه والناس مال المدن الكبرى قبل المملكه المغربيه وكل مشاهد قناه الزيتون المرجان في المكان والحباب تاعنا. اهلا وسهلا بكم جميعا. كاين اللحم من 11.40 11.60 الى 60 درهم كما تشوفوا، من 58 درهم الى 60 درهم. هادو تيبيعوا يشريوا في الطور الجزائري هنا في السوق الاسبوعي. قلت لك يا مصطفى شحال؟ 368. هذا العرض بلجيكي. هو ما غاديش يدير خسارة بينا وبين الله. هو إذا بغى راسو في السوق الأسبوعي بمدينة سطات كي تشوفوا الخيرات تبارك الله. تات البقر الجزائري هذا صحيح ما علمتي تاع له وحده. 18400 تاع الدرهم. تبارك الله الخيرات تاعت البقر القزاري في السوق الاسبوعي بمدينة سطات كي تشوفوا. تبارك الله خيرات موجودة في السوق الاسبوعي بمدينة سطات. تدخل جميع المارك هذه الخيرات تبارك الله. عرض زين تبارك الله كي تشوفوا. شحال المعلم هذا؟ شحال؟ 362. وعرض زين وما بعتيش؟ لا
ماشي بالك وما يسرش منك. ما قنعتيش؟ ايوا قناعه شبابيه. الله يحفظك. عرض زين تيبان لي ديالنا عرض زين. شحال في الميزانة سي زيد؟ شحال حطيتي لي؟ لا قول لي تالي هذيك الكاميرا. 10 شحال فيها؟ وراه حتى انتم بقع وشري وكزيره راكم محسوبين من 10 تاع هذاك الشيء ريكلاج ولا شحال فيه؟ وقلبي شوفي انت شحال في البرد ديالي. شحال في الميزان انت وقلبي انت؟ غنحطوا لي درهم صافي تقنك. ما قنعنيش درهم. راك معلم انت ماشي سهل. مقلب كما تشوفوا هذا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات الخيرات تاع الثور هذا فيه قال اكثر من درهم وفعلا عنده الطلعه وعنده مقلب واكل العرض واكل بطوابقو. ها؟ ياك تبارك الله عرض زين عرض زين تبارك الله غادي يدير اكثر من نحطوا لي 30 بزاف عليه لا دير لي درهم دير لي درهم الحاج دير لي درهم الحاج قالك درهم صوتوا عليا كاع الحريفيه هذاك باغي يشريه في 30 في 30 في 30 الثمن 1100 باش هاد العرض هذا 60 درهم وبشحال خاص دابا عليك انت بشحال هي حسب 60 درهم انا بعدا قال 60 درهم قال 60 شي 11 واش 11 هذا اللي قالوا الحباب تاعنا هنا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات تبارك الله كي تشوفوا هذا من نوع البلجيكي حطينا ليه 30 بين 20 و 30 كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ كاين كما تشوفوا قال لنا هذا السيد تا هو كاين تا هو قزار وتيبيع ويشري في البقال القزاري تا هو صديق تاعنا هنا في قيسر في السوق الاسبوعي بمدينه سطات ونحيي الحباب تاعنا في المكان وعيالات رجال بنات ولاد اهلا بكم جميعا كي تشوفوا هذه الخيرات تاع هذا الرجل راه قزار وبيع ويشري في الثور القزاري تا هو ومولف تبيع الحاج ناجيب كي رخاق شحال يتقام الحاج ناجيب 11 هذا اللي كان كما سمعتوا الحاج ناجيب راه قزار وتيبيع ويشري في الثور القزاري قال لك ب 11 و20 11 و40 11 و60 وكاين حتى 60 درهم لا شي حاجه مليحه ب 60 درهم كي تبارك الله كي تشوفوا هنايا الحاج ناجيب راه بيع وشري في الثور القزاري و وعدو هاد الخيرات تبارك الله قالك تتقام بين 56 57 58 درهم بحال ما هادشي ياك الحاج تتقام بهاد الحساب تبارك الله هاد بشحال نسي الحاج هذا 70 300 370 شحال فيه درهم درهم فيه درهم كاتب تبارك الله كي تشوفوا الخيرات موجوده تاع البقر القزاري وهذا الراجل معلم ماشي ساهل هنايا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات الخيرات تبارك الله الله يسهل لك السي الحاج الله يعاونك كما تشوفوا الخيرات موجوده هنايا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات نحيوا الحباب تاعنا في المكان هذا الزيتوني وطيره تيبيع وشري في الثور القزاري ديما تيبيع وشري ومعروف هنايا في الداخل الخيرات تبارك الله في السبت ولا الدماء وفي قيمه صالح والسبت السطات اليوم كاين الخيرات تبارك الله الزيتوني شحال هالخيرات؟ 320 شحال فيها الزيتوني خويا؟ 280 280 قسم على 320 قسم على 280 شي 11 و20 11 و40 11 و60 باش يتقام البقر شحال يتقام؟ 11 و60 وزيد قدام 11 و60 وزيد قدام هذا راه تيبيع ويشري في الثور القزاري معروف هنايا قرب الدار البيضاء وهذاك الشيء معروف فيها راجل مخير وراجل زين وبقع وشري مع ديما نقول هنايا في السوق الاسبوعيه في مدينه سطات تلقاو ونحيوا الحباب تاعنا في مكانه كان البقر كان الروج كان شويه الظلمه ما بغيناش نصوروها للحباب تاعنا باش اليوم 13 في شهر 11 2021 كما تشوفوا الخيرات لكن اللي ما صابش بطاطا ياكلها الخيرات موجوده في المملكه المغربيه كي تشوفوا معنا شحال؟ 74000 ياك غتذبحي في الحانوت ولا في السوق؟ ان شاء الله في الحانوت تبارك الله هذا معايا في الاثنين بالحمد في مدينه بالحمد تيكون في المرشد ياك اسي ظريفات وراجل طموح الله يسهل عليه
مليون وخمسين. شحال مليون شحال فيه تقريبا؟ 230. اول ما دير لها ب 1200. السوق غالي منو السوق رخيصه؟ وبزاف عليه 1200. شحال فيها رشيد خويا؟ 250. بغيت نقول لك انا 250، قلت لك واش هو كم مليون وخمسين. سير الله سير الله. لاباس بخير الله يحفظك. شحال الخير هادو؟ هاد الجوج شحال؟ هادو ربع 85. قد قد شحال فيهم تقريبا؟ ورا فيهم 800. 800 ألف فرنك ما غاليش ب 800؟ وغالي هي ب 12 واش فيه؟ ثلاثة قل 20 صيروه. أها. كي تشوفوا هاد الخيرات في السوق الأسبوعي بمدينة سطات، كي تشوفوا هادو بخمسة الملايين بخمسين ألف تاع الدرهم هنايا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات، قالك فيهم شي 800 وهم تقريبا يفوتوا 800. نحيوا أي مشاهد قناة الزيتون المرجان. تبارك الله. هو ديما انت تشري هاد البقر الغلي هي مع ديما نقول وي يوسف مركب سوخر. يوسف هذا يوسف وتزيتون وطيران بوتي بي 20 في البقر الجزائري مع ديما نقول. تبارك الله كي تشوفوا. دور دور هذا شويه دور. صافي غير كنت فاش دار تخلي يلا خليه صافي خليه صافي صافي صافي. هذا عزيز علي تكا تكا ربي يزيدوني الحال. تبارك الله هذاك شي زين. تبارك الله كما قال لنا مولاهم كمالك كما قال لنا الرويمي هو اللي تيحد الجزيره والبيع والشراء هنا معروف. تبارك الله الخيرات هنايا في تيشد الجزيره والبيع والشراء والكسابه وضرافات. هذا الراجل تبارك الله كانوا هادو بخمسة الملايين كما قلنا. ايوا كانوا ب 13 قال 20 كي تشوف. شحال جاله الخويا؟ شحال جاله؟ 350000 الزيتون. كي تبان اخويا جلال؟ شحال فيه؟ 30 ما فيهش 30. شحال فيه؟ شحال فيه؟ عطيني يا خويا 20. فيه 20؟ فيه 20 فيه. فيه 20 فيه؟ فيه 20 كاينه. حطوا لي الناس 40. حطوا لي الناس 40. كيتبان بربيح غالي. هذا جلال ود الزيتون ود وهذا خوه مع المية تاع البقر الكساري. كي تشوفوا معنا 350 باش داه جلال. اهلا المراد. كي تشوفوا الخيرات تبارك الله موجوده. موجود نيتو. شحال الحاج محمد؟ مليون و700. هذا ولد الحاج عبد العزيز خويا هذا تاع بقى يبيع 20 في الطول الجزائري. كي تشوف شحال قلت لي؟ مليون و700. وعلاش ما بعتيش هذا العرض زين؟ ما بعتيش؟ لا الخير موجود ما كاينش كسال. حرشك ود المدن قال لك ياك. تراك معلم تراك معلم وعارف. الله يسر لك يا سي محمد الله يسر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.